بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل ألترا ساوند اوف ذا كيدنز. هنتكلم المرة دي عن الهايدرونيفروسيس. الهايدرونيفروسيس ليه أسباب تنحصر كلها إن في obstruction لل outflow of the urine أو في reflux من ال urinary bladder. ال obstruction هيحصل بستون، يحصل بستركتشر، يحصل بتيومر. لي جريدز، درجات، في مايلد جريد، في مودريت هيدرونيفروسيس، في ماركت هيدرونيفروسيس. شكل الكيلكس العادي ان هو زي ما احنا شفناه، كان في ايه، كان في كونكافيتي كده. لو فقدنا الكونكافيتي دي حصل بلانتنج للكيلكس، الكيلكس بيجت لس شارب بدل ما هي كانت يعني عاملة زي الكأس كده، فبيجت بلانت كده، السيرفس بتاعها بيجي بالشكل ده، فده جريد 1. لكن مفيش كومبريشن على الرينال بارينكما، تمام. الجريد اللي بعد كده اللي هي المودريت جريد، بيكون في دايلاتيشن اوتسايد الكاليسيس، وفي دايلاتيشن للبلفس، والرينال كونتور enlargement، وفي compression على الرينال بارينكما. اما الجريد 3 هيبقى dilatation severe لدرجة ان collecting الكيدني هتبقى على هيئة bag of water، كل الكاليسز والبلفس هيتحدوا مع بعض، والكورتكس والبارينكما هيحصل فيها marked thinning، تمام. هنا الكورتكس بحالتها، البارينكما بحالتها، يعني مفيش thinning في البارينكما. هنا حالة تاني، في بلانتنج في الكاليسز مع dilatation، برضو في سنة dilatation للبلفس. المودريت هيدرونيفروسيس هيكون في thinning في البارينكما. في المودريت هيدرونيفروسيس بيحصل ثيننج في الرينال بارينكما. النورمال رينال بارينكما بتكون حوالي 2 سنتي، بيكون رينج يعني اباوت 2 سنتي. لو حصل ان الرينال بارينكما كانت اقل من 8 ملي، يعني اقل من 9، اقل من 9 ملي، 8 ملي او اقل، ده انديكيت الريفرسبل كيدني ديزيز، تمام. لو هي اقل من 1.5 هنعتبر ان في ريدكشن في الثيكنس. ممكن نقيس الكورتكس، لو في الاحوال الطبيعيه الكورتكس بتكون حوالي 6 ملي، وبعد كده لسه البارينكما بتكمل في البيراميد. فعموما في المودريت هيدرونيفروسيس بيبقى في كومبريشن بالدايليتد بلفيك كالسيال سيستم على البارينكما اللي جنبها، فبالتالي هيحصل فيها ثيننج. لكن ستيل مش كلهم كوميونيكيتنج مع بعض، ستيل في رينال بارينكما ما دخلناش في الجريد الاعلى منها. بعد كده هنا في دايلاتيشن في الكاليسز والبلفز، تمام، وعامله نار يعني ثيننج في البارينكما، ونفس الكلام من الناحيه الثانيه. اما السيفير هيدرونيفروسيس الكيدني بتبقى باج اوف ووتر، كيس ميه، ماركت ثيننج في البارينكما، يعني هنا يعني جزء صغير خالص من البارينكما يدوب متشاف، او ده السبلين تقريبا، يعني مفيش بارينكما اصلا في الكيدني. وممكن دي تخلي العيان يكون هايبرتنسيف، فالعيان ده يكون انديكيتد ان هو يعمل نفريكتومي. بنقول اقل من 9 ملي الرينال بارينكما دي تعتبر الريفرسبل كيدني ديزيز. هنا نفس الكلام، باج اوف ووتر، ماركت دايليتيشن للكاليسز والبلفس، ومفيش رينال بارينكما قادرين نشوفها.